بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وأن الله سبحانه وتعالى أودع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شريعة فيها صلاح الفرد وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع. ومتى حاد الناس عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد أن تبتلى مجتمعاتهم بالفساد، وأن تبتلى بالنكسات، وأن يعيش هذا المجتمع متخلفا في ذيل الأمم، متى حاد عن أهم مقوم من مقومات قيامه، وهي التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الإنسان ليرى في بلادنا هذه العجب، إذ أنها تخرج أصواتا نشاذا تدعو إلى الفساد وإلى الفجور وإلى الإباحية، فتارة تسمع من يهاجم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يهاجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نقلوا لنا دين الله عز وجل، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. ومنهم عباد الله من يهاجم هذه الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتسمع من ينادي بإباحة المخدرات وتقنين بيعها كما هي المسكرات، وكان ينبغي عليه أن يطالب بتحريم المخدرات وتجريمها كما المسكرات وتجريمها كما أن وتجريم المخدرات وتحريمها كما أن المسكرات مجرمة أو المخدرات مجرمة، فينبغي أن تكون المسكرات كذلك. فهذا الذي ينادي بتقنين بيع المخدرات، وآخر ينادي بخلع الحجاب، وآخر ينادي بكذا وكذا، وهي أصوات نشاذ لا قاعدة لها. والحمد لله رب العالمين أن هؤلاء يعاملون بنقيض قصدهم، فنجد أن المجتمع يقوم قومة واحدة في مناهضة محاربة دين الله سبحانه وتعالى، حتى من كانت غير محجبة فإنها تناهض ذلك وتبين أن هذه دعوة إلى الفجور. ووجدنا حتى الممثلات والمطربات وغير ذلك، والممثلين والفنانين وغيرهم، قاموا يتحدثون على أن هذه دعوة همجية، وأنها دعوة إلى الفجور، وأنها ضد الحرية وغير ذلك من الكلمات التي أطلقوها. لكن القضية عندنا
هي أن نعلم أن دين الله سبحانه وتعالى دين راسخ له جذور تمتد في أعماق هذه الأرض، وأنها ترتفع إلى عنان السماء، وأن الحروب التي جهزت والتي أقيمت ضد هذا الدين فإنها تكسرت على أبوابه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ دين الله عز وجل، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين الذي بين الله سبحانه وتعالى أنه نعمة أتمها علينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد تعرض هذا الدين مذ مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حرب عليه من هذه الفرق التي تشعبت منه، والتي تكلمت عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكلمت في العقيدة التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم، من الشيعة والخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم من الفرق التي تكلمت في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تكلمت في قضايا الإيمان، أو تكلمت في قضايا الصفات، أو تكلمت في قضايا القدر، أو تكلمت في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكلمت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الزنادقة من بعدهم ليطعنوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء المستشرقون بعد ذلك ليكتبوا طعنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المستغربين الذين سموا أنفسهم بالتنويريين، وهي حملة كانت، ولكن كل ذلك انتهى وبقي الإسلام. كل ذلك انتهى وبقي الإسلام. لقد ظنوا هؤلاء أنهم في غفلة من التاريخ وفي حالة من اضطراب الدولة المصرية أنهم يستطيعون تمرير هذا الباطل الذي عجز عنه أسيادهم في الماضي، سواء كانوا من الفرق أو من الزنادقة أو من المستشرقين أو من المستغربين، فإن هؤلاء عجزوا عن أن يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى، وبقي دين الله سبحانه وتعالى شامخا. إن قضية الحجاب ليست قضية فرضها المجتمع على المرأة، وليست قضية فرضها الرجل على المرأة لكي تعلن المرأة أنها تريد أن تتحرر من هذا القيد. إن هذا الأمر عباد الله ليست هي هذه قطعة القماش التي تضعها المرأة على رأسها، أو تغطي بها صدرها، أو أنها تغطي وجهها. ليس الحجاب نابعا من قطعة القماش، أو أن العفة والزكاة التي تلحق بالمرأة من حجابها أنها من قطعة القماش، وإنما نابع من قلبها، من تعبدها لله سبحانه وتعالى، من تقربها إلى الله عز وجل، من اعتقاد أن الله فرض عليها هذا، وليس هذا من هذه العادات والتقاليد، أو من فرض المجتمعات، أو من فرض الرجال عليها، أو إكراها من أهلها، وإنما هذا الأمر تعبدا ورقا، تعبدا لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي فرض عليها الحجاب، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إن هؤلاء الذين يزعمون أن الخطاب هنا كان لأمهات المؤمنين، وأن الحجاب إنما فرض على أمهات المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وهذا يدل على اشتراك النساء جميعا في هذه الآية، لأنهن جميعا مأمورات بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومأمورات بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم أن الخطاب إذا كان لأمهات المؤمنين العفيفات الطاهرات الزكيات، فإن من دونهن
في ذلك أولى بهذا الحجاب. فالله سبحانه وتعالى لم يخاطبهن بوضع الحجاب فحسب، وإنما تحدث الله سبحانه وتعالى على أن الحجاب إنما هو قضية كاملة، وهي تتعلق بعفة المرأة وصيانتها. فإن كانت المرأة كما يقولون، وهل كل من لا تضع الحجاب أنها فاجرة أو أنها عاهرة أو أنها داعرة أو أنها كذا وكذا؟ لا نقول هذا، ولكن هذه المرأة وإن كانت شريفة عفيفة وأنها تأمن على نفسها، فإن من ينظر إليها لا يأمن على نفسه، وهي لا تأمن على نفسها ممن ينظر إليها وينهش في لحمها، وهي ماذا تريد بعرض لحمها وبعرض بدنها وبعرض مفاتنها؟ ما هو قصدها وما هو الهدف من ذلك؟ هل هي تعرض ذلك على الناس من أجل أنها تظهر هذه المفاتن، من أجل أن تظهر هذه المفاتن إلى هذه العيون التي تنهش فيها؟ ما هو الهدف من ذلك؟ لا بد أن يكون لها هدف من وراء ذلك، إلا أن يتطلع فيها الناس وينظر إليها، وهذا قصد ليس بشريف. هذا القصد ليس بشريف، وإن كانت هي في نفسها عفيفة، وإن كانت في نفسها طاهرة، وإن كانت في نفسها لا تقع في الفواحش، وإلا كنها ستضطر غيرها إلى الوقوع في مثل ذلك، أو التعدي عليها أو التحرش بها. وكل ذلك عباد الله مما راعاه الشرع في هذه القضية، فقلنا أن هذه القضية ليست قضية هذه قطعة القماش التي توضع على رأسها، وإنما هي قضية تقى لله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك هي قضية كاملة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالقضية الأولى أن حجاب المرأة الأول أنه القرار في بيتها، وأنها جعل بيتها حجابا لها، بحيث أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجتها. ليس معنى ذلك أنها لا تخرج أبدا، ولكنها خروجها يكون قليلا، ويكون لمصلحة لها أو مصلحة لأولادها أو مصلحة لمجتمعها لا تقوم بها إلا هي. فعند ذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الصيانة والستر يصونها كما تصان هي في بيتها، أي كما أنها في بيتها تكون مصونة، فإنها ينبغي أن تكون خارج البيت مصونة، فتأخذ من الاحتياطات ما يجعل لها الصيانة والعفة والطهارة، ويبعد عنها هؤلاء الذين ينظرون إليها نظرات يتمنون الوقوع بها في شراكهم حتى تكون الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأول ذلك ألا تتميع المرأة في قولها، وإنما ينبغي أن يكون قولها على قدر السؤال الذي تسأله، أو على قدر حاجتها إذا كانت تبيع وتشتري، ولا ينبغي أن يكون هناك ميوعة في قولها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض الفاحشة، فيظن أنها توافقه على ذلك بميوعته فيسعى إلى الإيقاع بها في شراكها. أما إن كانت جادة صارمة فإنه لا يفكر في ذلك. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، أي أنها ليس معنى ذلك أنها لا تتكلم أبدا أو أن صوتها عورة، بل هي يجوز لها أن تتكلم بالمعروف، والمعروف ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإذا تكلمت بالمعروف فإن هذا يجوز لها، وقلن قولا معروفا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، هذا هو الحجاب الأول. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا يرد على من يقول أن الحجاب عادة جاهلية، وأنه كان في الجاهلية، فكيف يكون حجابا في الجاهلية ثم يأمرنا الله عز وجل ألا نفعله؟ فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى أن تكون المرأة
مثل المرأة التي في الجاهلية، فلقد كانت المرأة في الجاهلية تضع الخمار على رأسها ولا تشده، فيبدو منه الرأس، ويبدو منه الوجه، ويبدو منه العنق، ويبدو منه الصدر، وكانت تمشي تتغنج بين الرجال، أي تتمايل بين الرجال. فنزل قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن ما كان في الجاهلية ليس هو الحجاب الذي أمر الله عز وجل به، وإنما أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالستر وجعل لها هذه الصيانة: أولا القرار في بيتها، ثانيا عدم تمييعها بالقول، ثالثا لا تضرب برجلها فيعلم ما تخفي من زينتها، أي لا تنبه الغير إلى الزينة المخفية فيتخيل مكان الزينة فيجري في ذلك في نفسه، لأن الأذن تزني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يزني تزني العين، والعين تزني وزناها النظر، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هذا الأمر عباد الله بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن النظر يؤدي إلى التفكر في الفاحشة، فإن كذلك السمع يؤدي، ولذلك نهاها أن تضرب برجلها ويعلم ما تخفي من زينتها، فيحدث شيئا من التخيل في ذلك. وأما المصافحة للرجل وهي ملامسة جسد الرجل لجسد المرأة، فإن ذلك مما لا يحل ولا يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واليد زناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والبطش هنا اللمس، أي إذا لامس الرجل المرأة فإنه يسري في بدنه الإحساس ببدنها، فإنما لا ينبغي أن يكون ذلك، لأنه يؤدي إلى هذا الفكر العفن في هذه الفاحشة التي ربما يسعى للإيقاع بها والعياذ بالله. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنها إذا خرجت من بيتها ينبغي أن تخرج بثياب غير مزينة وغير مزركشة وغير لافتة للنظر، أي أن تخرج مبتذلة، وألا تكون متعطرة حتى لا تنبه الناس إليها برائحتها التي تضعها. فإن امرأة خرجت إلى العشاء الآخرة فلقيها أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال لها وله تعطرت؟ قالت: نعم. قال: ارجعي إلى بيتك فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة تعطرت وخرجت إلى المسجد لا يقبل الله لها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل، لأن هذه كلها من محركات الشهوات، لأنها كلها من محركات الشهوات. ثم نهاها الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تسافر من غير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، ونهاها أن تخلو بالرجل الأجنبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة خلت برجل فالشيطان ثالثهما، إذا خلى الرجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما، فهذا يدل على أن الشيطان عباد الله يوسوس لهؤلاء ويزين لهؤلاء الفواحش حتى تقع والعياذ بالله. فليست المرأة المسألة في مسألة الحجاب أنها قطعة من القماش توضع على الرأس ثم تخلع متى شاءت المرأة أن تخلعها، وإنما هي قضية متعلقة بقلبها ومتعلقة بعبادتها لله سبحانه وتعالى، وهي قضية كاملة تتعلق بالمرأة في قرارها في بيتها. وإذا خرجت ليس لها أن تمشي في منتصف الطريق، وإنما تمشي على جانبه، وينبغي أن تكون متسترة تظهر عفافها بسترها، وينبغي كذلك ألا تكون معطرة ولا في ثياب مزينة ولا مزركشة، ولا تصافح رجل لا يحل لها أن تصافحه، ولا أن تخلو به، ولا أن تسافر بغير محرم. قضية كاملة
بالنسبة لقضية الحجاب، هذا ما عناه الشرع بالنسبة لصيانة المرأة وحفظها وحفظ عرضها، لأن هذه كرامة الإنسان، كرامة النساء وكرامة الرجال. فإن المرأة إذا وقعت في الفاحشة فإنه يعير بها أهلها جميعا، وهذه قضية تلحق الأسرة والعائلة وربما تلحق القبيلة كلها. ولذلك عنا الشرع بكرامة الإنسان وذلك بحفظ حياء المرأة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إذن قضية الحجاب هي من قضية العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عنها، ثم تكلم عن الصلاة وتكلم عن الزكاة وتكلم عن طاعة الله ورسوله. هذه القضايا كلها معا فيها قضية الحجاب، بل قدم الله سبحانه وتعالى قضية الحجاب لأن المرأة لا يصح لها صلاة إذا بلغت المحيض إلا أن تكون محتجبة، أي أن تضرب خمارها، فلا يحل لها إذا حاضت المرأة أن تصلي بغير خمار. فقضية الحجاب هي قضية متعلقة ليس بخروج المرأة فحسب، وإنما متعلقة كذلك بصلاتها، وإنما متعلقة كذلك بعبادتها ومتعلقة بصلاتها، فهي قضية عبودية لله سبحانه وتعالى. فماذا يدور في ذهن هذه المرأة التي تقول: أنا أخلع حجابي، أنا أخلع حجابي أو أخلع هذه قطعة القماش؟ هي خلعتها قبل أن تضعها، لأنها غير موجودة في الأصل، لأنها إن لم تكن تتعبد لله عز وجل بها فإنها لا قيمة لها، وإن كانت تتعبد لله فخلعت العبادة عنها فهذا خطر عليها، خطر على قلبها، وخطر على دينها، وخطر على خاتمتها، وخطر عليها عند لقاء ربها. فالقضية ليست قضية قطعة القماش التي يتحدثون عنها، وإنما هي قضية عبودية لله سبحانه وتعالى. فهم يحاولون أن يقبحوا هذا الأمر، أن المرأة التي تتحجب ليس معها مال لكي تذهب إلى الكوافير أو غير ذلك، أو أن هذه المرأة التي تتحجب قد فرض عليها الرجال ذلك، أو أن المرأة واقعة تحت إكراه المجتمع أو عاداته أو تقاليده أو غير ذلك. فإن هذه كلها من باب تقبيح الحجاب عند المرأة، والصحيح أن المرأة تتعبد لله سبحانه وتعالى سواء كان عندها مال، أي كانت غنية أو كانت فقيرة. فليس الفقراء فقط هم الذين يتعبدون لله، وإنما العبادة خاطب الله عز وجل بها الجميع، بدأ بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلى درجة ومرتبة في الدنيا كلها في مراتب النساء، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، ومن دونهم أولى بأن يكون داخلا في هذا الخطاب. وقال الله سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن يعني بالعفة، فلا يؤذين أي فلا يتعرض لهن الفساق. والخطاب هنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هذا الخطاب ليس موجها لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ولا لبنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهن جميعا، ولكن الخطاب موجه إلى جميع النساء. بدأ الله عز وجل به بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، وهم أقرب الناس إليه، ثم أمره أن يأمر جميع النساء، أن يأمر جميع النساء بالحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعني بالعفة، فلا يؤذين أي فلا يتعرض لهن الفساق. وقال ربنا سبحانه وتعالى:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأمرين، بغض البصر وبالحجاب، وقد يقول هناك تعارض بين ذلك. إذا المرأة غطت نفسها، فلماذا يغض البصر؟ فإنه إذا نظر فلن يرى شيئا، وهذا ترد عليه الآية في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي أما ظهر منها ليس بقصد منها، وإنما عفوا منها، كأن ترفع الريح ثوبها، أو أنها تتعثر فينكشف منها شيئا، أو أنها تكون امرأة تصرع، كما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله عز وجل ألا أصرع. فقال: أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة. قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، لأنها إذا جاءتها حالة الصرع فإنها أذي التشنجات تجعل ثوبها ينكشف عنها. ولذلك جاءت الآية: إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرت. فلو كانت أظهرت ذلك عمدا لقال الله تعالى: إلا ما أظهرت، ولكن قال: إلا ما ظهر منها، أي عفوا عنها وبغير قصد منها. فإن الإنسان ينبغي أن يغض بصره. ثم أن هذه المرأة قد تكون في ثوبها فينظر إلى قدها، إلى ضرب خلخالها، إلى غير ذلك من الأشياء، فأمر بغض البصر، أن يغض البصر عن النساء، وأن تغض المرأة البصر عن الرجال. فهذا قول الله سبحانه وتعالى في بيان أن غض البصر ليس لأن المرأة ربما تظهر ذلك، زد على ذلك أن هناك الجواري التي كنا يعملن في خدمة المسلمين كنا يكشفن وجوههن، فهذا الأمر في غض البصر مخاطب به في حق هذه وفي حق هذه، حتى لا يقع ما يحرك القلب والفؤاد فيقع الإنسان في الفاحشة والعياذ بالله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقضية غض البصر داخلة في قضية الحجاب، فإن الإنسان إذا غض بصره فإن الفاحشة ربما لن تكون موجودة، لأنه لن يتخيل شيئا يتحرك تجاهه من أجل الوقوع في الفاحشة. ولذلك يقولون أن الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له وأنه يفتتن بها إما أن يكون خبيثا فاجرا فيسعى إلى الإيقاع بها أو التحرش بها أو اغتصابها، وإما أن يكون رجلا عفيفا فيتعب نفسه، من أنه إذا فكر في ذلك وهو يمنعه دين من أن يسعى إلى الفاحشة فيعيش حالة من العذاب، والتردي في ذلك. فلذلك هذا وهذا هالكان بسبب هذه النظرة التي ينظر بها. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهي بريد الزنا. يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فلقاء، فهذا اللقاء الذي يتم فيه الفاحشة ابتدى أولا بنظرة، فهذا اللقاء في آخر الأمر كان بدايته نظرة نظرها هذا، فتحركت في داخله هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وأمر نساء المؤمنين جميعا بذلك. وقال ربنا سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة العجوز،
المرأة العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا تريده وليس لها رغبة في الرجال، لها أن تضع جلبابها فتبقى بخمارها ودرعها، فتبقى بخمارها ودرعها وتضع عنها جلبابها الذي يستر جميع بدنها، ولكن يبقى الدرع ويبقى الدرع ومسمى العباية عند الناس، ويبقى عليها خمارها. وإن يستعففنا، أي لا تضع جلبابها، خير لها، وهي امرأة عجوز شمطاء لا يرغب فيها أحد وهي لا ترغب في أحد، ولكن العفاف لها أفضل. فالله سبحانه وتعالى قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالحجاب، أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالحجاب، إنما أراد أن يضع حاجزا بين الرجل وبين المرأة، وليس هذا الحاجز حاجزا كليا، وإنما المرأة لها تعامل مع بعض الرجال كالأب والابن وابن الابن وابن البنت، وكذلك ابن الزوج، وكذلك ابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت، كذلك هؤلاء تتعامل معهم هذه المرأة، لها علاقة بهم، وهي تكشف لهم جزءا من بدنها كأنها تظهر أمامهم بشعرها وبجزء من يديها وبجزء من رجليها تحت الركبتين، فيما يعرف بثياب المهنة، فيما يعرف بثياب المهنة، وهؤلاء يعرفون بالمحارم. وهي كذلك لها علاقة بزوجها، لها علاقة بزوجها، وهذا رجل تظهر عليه. أما بقية الرجال، أما بقية الرجال فهي لا يجوز لها أن تظهر عليهم، وينبغي أن يكون هناك حاجزا واقيا يمنعها من الوقوع في الفاحشة ويمنع الرجال من الوقوع فيها. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا حدثت هذه الاحتياطات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، رزق الله سبحانه وتعالى العبد طهر القلب وزكاة النفس، وأنه لا يقع أبدا في هذه الفاحشة. فإذا هذه القضية قضية عبودية لله سبحانه وتعالى، وليست قضية قطعة قماش فرضها المجتمع أو فرضها الرجل، أو أن المرأة لا تجد ما ترجل شعرها أو تصلحه أو تزينه ولذلك وضعت هذه القطعة من القماش، وإنما هي قضية تعبد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإنه لا يخفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى في كثير من بلدان المسلمين من تبرج النساء وسفورهن وعدم تحجبهن وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها، ولا شك أن ذلك من أكبر أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما في التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون، وألزموا نساءكم التحجب والتستر، واحذروا غضب الله سبحانه وتعالى وعظيم انتقامه. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن العذاب إذا نزل من قبل الله فإنه لا يفرق بين مسلم وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب. وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة
فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم لنجوا ونجوا جميعا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أي ولتحملنه على الحق حملا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنما جرأ هؤلاء على شرع الله سبحانه وتعالى تقاعس أهل الحق عن دعوتهم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السعي إلى إصلاح المجتمع من حولهم، فكان هذا الخبث، فكان هذا الخبث وهذا النتن وهذا الدنس الذي طفح علينا من هؤلاء، من هنا ومن هناك، من الداخل ومن الخارج، بسبب التقاعس والتواني. ولو أن أهل الحق قاموا بقضيتهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع حسن القصد لغير الله سبحانه وتعالى بهم وجه الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الدعوة إلى الله عز وجل وحده، فغير الله سبحانه وتعالى به طائفة من المهاجرين، ثم ما لبث أن جاء إلى المدينة فتغير به مجتمع المدينة، ثم تغير وجه الأرض، ثم تغير وجه الأرض كله بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن القصد وطلب الإصلاح والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به. إن هذا الأمر لا يحتاج منا إلى صراخ وعويل وإلى بكاء وندب، وإنما يحتاج منا إلى عمل، وأن يكون هذا العمل دؤوب. إننا لا نجد من إخواننا الصادقين العاملين، لا نجد منهم إلا النقد، لا نجد منهم إلا النقد وإلا الصراخ والعويل، أن هذا يهاجم السنة، وأن هذا يدعو إلى خلع الحجاب، وأن هذا يدعو إلى تقنين المخدرات. وماذا فعلت أنت؟ هؤلاء لهم قضية يعملون لأجلها، وهي قضية نشر الإباحية، قضية هدم المجتمع، قضية تدميره، قضية حفر حفرة يسقط فيها هذا المجتمع فلا يقوم له قومه. وأنت ما دورك؟ وهل قمت به؟ لو قمت بهذا الدور فما عليك أن يحدث هذا أو ذاك، لأنك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى اعتذرت له. فإن نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، وبقي الناس على شركهم وعلى عبادتهم للأصنام، ولكنه لم يكن عليه من ذلك شيء، فقال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن على كل واحد منا دور في هذه القضايا، وليس في قضية الحجاب وحدها، أن يأمر أهله أولا بعبادة الله وطاعته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومدح الله عز وجل نبي الله إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة، أنه كان يأمر أهله بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فينبغي عباد الله أن نحقق هذه المسؤولية، أن نحقق هذه المسؤولية بإصلاح أزواجنا وإصلاح أبنائنا وإصلاح بناتنا وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى، وأن تكون هي القضية الأولى، وهي قضية مثار الاهتمام بالنسبة للإنسان. ثم أن عليه عباد الله أن يقي أهله
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ينبغي أن يخرج الإنسان إلى أرحامه، إلى عماته، إلى خالاته، إلى أولاد عمه وأولاد خاله، إلى جيرانه. ينبغي أن يخرج إليهم وأن يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم تتسع الدائرة حتى تكون الدعوة تشمل الناس جميعا، تشمل الناس جميعا بالأمر بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ينبغي أن يكون هناك مساهمات بالعلم، فإن لم يكن لك علم فمساهمات بالوقت، فإن لم يكن لك وقت فمساهمات بالمال. تستطيع طبع رسالة عن الحجاب توزعها على النساء، يكون ذلك دعما منك لهذه القضية، ويكون دورا تساهم به، إما أن تساهم أنت بمالك، وإما أن تساهم بجهدك، وإما أن تساهم بوقتك. فكل هذا لا بد أن يكون للإنسان مساهمة، ولا بد أن تكون هذه المساهمة أصلية وليست من فضول الوقت، أي أن الإنسان إذا كان عنده وقت فراغ يقول أساهم به، ولكن ينبغي أن يجعل وقتا أصيلا يدعو فيه إلى الله عز وجل. وحتى لو كانت هذه الدعوة هي دعوة إلى نفسه، هي وقفة مع النفس، هي تفكر وتدبر، هي توبة إلى الله سبحانه وتعالى، هي تحصيل لبعض الأوراد التي يجعلها على نفسه من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. إنك إذا لم تكن تملك وقتا، ولم تكن تملك جهدا، ولم تكن تملك مالا، ولم تكن تملك علما، فإنك تملك أن تدعو إلى الله، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدعاء والقائمين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينشر الله سبحانه وتعالى الصلاح، وأن يقضي على الفساد. دعوة في جوف الليل قد تغير صورة الكون كله، دعوة واحدة مستجابة في جوف الليل قد تغير وجه الأرض كله. فينبغي علينا عباد الله، فينبغي عباد الله ألا نتأخر عن المساهمة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا توانيت في ذلك دخل الفساد إلى داخل بيتك. فإن كثيرا من الناس، ربما يبيع الناس المخدرات على أبواب بيوتهم وتحت نوافذ بيوتهم، وهو يقول ماذا أفعل، أنا لا أستطيع تقديم شيء، أنا لن كذا، فهو يظن أن ذلك بعيدا عنه، فسرعان ما يدخل إليه إلى داخل بيته وإلى حجرة نومه حين يتعاطى ابنه المخدرات وحين يدمنها. فإن ذلك الفساد سيدخل إليك إلى داخل البيت وحتى على سريرك الذي تنام عليه، سيدخل هذا الفساد إلى بيتك حين تترك أنت، حين تترك ابنتك تذهب وتجيء بغير نوع من الرقابة وبغير نوع من العناية والصيانة، سيدخل الفساد عليك إلى داخل بيتك. فعليك ألا تستهين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن النهي عن المنكر سبب النجاة، والأمر بالمعروف كذلك، وسبب الفلاح في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اذهب عنهم الخوف والجوع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في اليمن، اللهم أعد اليمن إلى ديار المسلمين، ونجها من الشيعة المخربين الفاسدين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.